الحمد لله على السلامة، جيتوا في وقتكم. ممكن أعرف سعادتك بتدور عليه هنا؟ أمر باشا. إجابة سؤالك يا فارس، دي ملاية بيضة ملفوف فيها جثة بني آدم اسمه أيمن واصل. وإيه الجاكيت ده بقى؟ ستايلك على فكرة، شكله بتاعك. معناه إن أنت متهم بجريمة قتل أيمن واصل وإخفاء جثته. إيه؟ لا أسكت الله لك.